إذا كان عمل منجي وحسين حبوا على تعويض مادي، الحاج محرز مناضل سابق كيف كيف، لكن عنده مطلب آخر. في ماضي ساعتين قد شعلت النار في منزل بداية الحرب في منزل بورقيبة وبنزرت. القزنة فيها 10 جنود ومعهم سرجان، هيا الأولاد قالوا تعرفوا كيفاش القزنة راهي تبعت، وقصدوا ربي برا مشوا أفصحوا خير من كانش راكم مش تموتوا. وقتها سيدي الموت اللي موجودة كذا نلموا فيها ونطيشوا فيها في الكاميونات، يهزوا فيها الكاميونات، وفي الأخر عزوا من البنزرت مش شوية شهداء اللي مات راي ما قريت المعركة كذا وريت المقبرة متاع الشهداء. بورقيبة فكر حب يضحي بولاده هو باش احنا نخرجوا فرنسا، ضحى بينا وهو الله يرحمه كل شيء وزعيم وكل شيء وضحى بينا وخلي الإنسان ما طمع حتى في شيء. إيش تحب تاخذ أنت تو؟ تو الأخرى يوسموه الواحد، وفما نسيت اللي ما مشيتش وطلعت على كتفنا واسمها وكل شيء، ولا تاخو في شهري ما تتحب اسمك تكتب في التاريخ وتحب وسام هذا هو.